السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مساواة، نتحدث فيها عن المرأة في عالم الاستشارات وعن التحديات التي تعطل وصولها إلى المناصب القيادية في العالم العربي، كما نناقش مسألة التأهيل والتدريب الذين تحتاجهما المرأة لدخول سوق العمل بثقة، ونتساءل أيضا هل عمل المجتمع على ألا تساعد المرأة نفسها لتحقيق ذاتها؟ هل نحتاج لمشروع يهدف لإصلاح أسلوب تناول قضاياها؟ نرحب بضيفة مساواة الكاتبة الأردنية ريم عبيدات. أهلا وسهلا بك ريم. أهلا أختي الكريمة، كيفك ست ميساء؟ الحمد لله. أستاذ ريم، يعني بداية، عالم الاستشارات يعني كان إلى حد ما محتكر للرجال، ما الذي تغير اليوم؟ يعني المرأة في عالم الاستشارات موضوع مثير للغاية، لأنه عالم الاستشارات يعني أنا دائما بمزح بقول أنه عالم مسحور، هو خليط من قطاعات مختلفة. يعني الوصول إلى عالم الاستشارات يعني بأننا قد مررنا بخبرة ما، خبرة مهنية باتجاه معين، بالإعلام، بالطب، بالصحة، أو خبرة مختلطة في عدة مجالات للوصول إلى عالم الاستشارات. فهو فعلا عالم مسحور، لأنه يحتاج من المهارات المهنية، الثقافية، الشخصية، الإدارية، الكثير. عالم الاستشارات احتكر لفترة طويلة، نعم، على الرجال، واحتكر أيضا لفئة عمرية، ليس فقط على الرجال بل أيضا لفئة عمرية نوعا ما متقدمة. يعني دخول الناس الآن في سن أصغر إلى عالم الاستشارات مسألة مثيرة للجدل، وخصوصا في بعض القطاعات حيث نجد مستشارين في 20 من عمرها. هذه إضافة وتحديث وتطور في هذا العالم. أيضا عالم الاستشارات كان مقتصرا على أبناء الشمال، يعني شمال العالم، الذين يقدمون الخبرات لدول العالم الآخر، الجنوب والشرق وإلى آخره. فهو عالم قد تغير كثيرا في العقدين الأخيرين، لنقل التكنولوجيا ساهمت بهذا التغير، المفاهيم الإنسانية المعاصرة ساهمت بهذا التغير، التطور في ثقافة العالم ساهم بهذا التغير، التطور العلمي المعرفي إلى آخره، التنمية في العالم ساهمت بهذا التغير. كيف تقبلون يعني أنتم كيعني رائدات أو رائدين في مجال الاستشارات دخول الشباب الجديد والجيل الجديد لعالم الاستشارات؟ يعني الآن في مواضيع طرحت نفسها، يعني صعب أن تجدي خبير مثلا في الويب ديزاين من غير فئة الشباب، يعني أصلا يعني غير مقبولة. في مثلا الآن خبرات في شبكات التواصل الاجتماعي، لنقل في خبرات جديدة بالعالم، يعني لا لم تكن تبدو كخبرات، كأشياء يدفع من أجل الحصول على ما يقول أصحابها، أشياء مثيرة للغاية. طيب يعني اليوم ما الذي يعطل المرأة في عالم الاستشارات؟ هو ليس يعطل، هو عالم محفوف بالكثير من المصاعب المهنية عموما. يعني هي مهنة الاستشارات مهنة ليست سهلة، مهنة متطلبة كثيرا. يعني الاستشاري أو المدرب، الخبير، شخص ذو كفاءة مرتفعة، شخص لديه معرفة وثيقة بموضوعته، يجب أن يعرف الكثير عن الميادين التي تحيط بعالمه، يجب أن تتوفر له مهارات تقنية أيضا، مهارات عالية جدا في الاتصال، خصوصا إذا كان هذا المستشار أو الخبير مدربا في الوقت ذاته، فيحتاج إلى الكثير من أدوات الاتصال، لغة الجسد، اللغات، مش اللغة واحدة أيضا، طرائق الكلام، الحوار، الإقناع، طرق العرض، الدخول إلى الصفوف المختلفة، الوقوف لساعات في عمل المحاضرة وإدارة النقاشات والندوات وإلى آخره. الحقيقة موضوع فيه تداخل كبير، في سواء معرفيا أو مهنيا. لذلك ليس من السهل أن نفرز أحد ونقول أنه استشاري. يعني الحقيقة هو يعني درجة، يعني عندما ترقى الأشياء إلى مرحلة ما تتحول بعد ذلك إلى خبرة رائقة، مصفات من كل شوائب الخبرة الميدانية وما يدفعه الإنسان من عمره ووقته وثقافته لكي يصبح خبيراً في مجاله. عندما تصبح هذه الخبرة رائقة وراشحة تماماً، يتم عاد تقديمها للآخرين بصفتها الجاهزة.
طبعا هذا عالم أيضا يحتاج إلى تطور مستمر، يحتاج إلى يعني برنامج عمل حقيقي للشخص للتطور الذاتي، لأنه كمان الاستشاري في الكثير من الحالات، وهذه كمان الأكثر تحديا، هو عالم الاستشارات المستقل. يعني الآن المؤسسات، الشركات، الدوائر الحكومية لديها مستشاريها، المستشار في هذه الجهة يكون لديه حماية مهنية وحماية بيئية وحماية ثقافية وحماية معرفية، ولديه مؤسسة ترعاه وتدفع رواتبه وتدفع سكنه وتدفع الكثير من أشيائه، إضافة أنها تساهم في تطويره. أيضا وجوده في هذه المؤسسة بحد ذاتها هو خبرة يومية تتطور مع الزمن. المستشار المستقل تحدي كبير، هو شخص يقف على قدميه، يجب أن يساعد نفسه، عليه أن يكون جاهزا في اللحظة والتو دائما، لذلك عنده عملية استعداد طويلة المدى. الحياة لديه تخطيط استراتيجي طويل المدى إلى أين يذهب، لأنه ما فيش عنده مؤشر مؤسسي يقول له أين يذهب، فالمؤشرات يضعها بنفسه. عندما نتحدث عن المرأة فهناك تحديات أخرى، والتحديات بالمناسبة ليست سالبة. يعني أنا لا أحب هذا الحديث المغرق في التشاؤم والمغرق في يعني التعاطي مع المسألة بسيكولوجية الضحية. أيضا المرأة إضافة لعالم الاستشارات، المرأة بسيكولوجيتها الخاصة وبقدراتها الخاصة وبمعارفها الخاصة وبدوائر اتصالها الخاصة، هي إضافة إلى عالم الاستشارات. لكن نحن نتحدث طبعا عن تقبل هذه الإضافة، يعني أنت ترينها إضافة طبعاً. غيرك يراها دخيل ربما. طبيعي، بس هذا طبيعي، هذا طبيعي. يعني الآن مثلا وجود الشبان الصغار في عالم المستشارين أمر لا تتخيلي، كيف يتعامل المستشار التقليدي لنقل مع مستشار عمره يمكن يكون 25 سنة، ولكن هذا خبير مثلا في موضوعات التواصل الاجتماعي أو في بعض البرامج الكمبيوترية أو في بعض يعني السوفتويرز أو أشياء من هذا القبيل. فإحنا اللي بدنا نغير ذهنيتنا ونكون مرنين لتقبل التغيير. المرأة لكي تستطيع أن تقف على قدميها وتكون مستشارة وخبيرة مستقلة عليها أن تغادر الكثير من أبواب الخوف، هذا واحد، طلب رقم واحد في مغادرة لمنطقة الخوف، في مغادرة مهمة جدا للمستشار والمستشارة، مغادرة لمنطقة الراحة، ما نسميه في الخبرات التدريبية نسميه بالكومفورت زون، منطقة الراحة، يعني ما تآلف عليه البشر أنه صحيح. في عالم الاستشارات ليس هناك صحيح وخطأ، في خبرة منفصلة، في خبرة ذاتية، في خبرة مختلفة. يعني نحن 10 مستشارين نعطي استشارة لجهة واحدة، كل منا يراها بأسلوبه بطريقته وفقا لمعارفه، قد نتفق على محاور أساسية ولكن في الخبرة الكلية بده يكون في اختلاف. وهذا جمال عالم الاستشارات، إنه عالم مبدع، عالم مبتكر، وهذا جمال لكنه تحدي أيضا. الابتكار من قلب العالم الاستشاري. كيف أقدم استشارة لمؤسسة عسكرية فيما يتعلق مثلا بتوضيب صورتها، فيما يتعلق بعكس روحها للناس، مثلا في تدريب كوادرها على العمل المدني، هذا تحدي. ينتقل المستشار في اليوم الآخر لنقل ليتعامل مع ممرضين جدد، في التعامل مع المرضى، مع أهل المرضى، في التحمل مسؤولية. لأين ذا يتقبلون الكلمة من السيدة، يعني سواء ممرضين أو مرضى أو ما هو. أخت ميساء، نحن نتعامل، هي يمكن كمان واحدة من جمال عالم الاستشارات وتحدياته في الوقت ذاته، بأننا نتعامل مع كل فئات المجتمع، وعلى المستشار أن يكون مرنا أن لديه هذا اليوم ربما مجموعة من الشبان الصغار الذين يؤهلهم لدخول الجامعة واختيار تخصص، وفي اليوم الآخر ربما لديه مجموعة برلمانيين يؤهلهم في موضوع العولمة والبيئة مثلا، وفي شهر آخر هو في منطقة جغرافية باردة جدا، وربما في شهر آخر من السنة هو في منطقة حارة للغاية، مرة مع مجموعة من النساء ربما لواتي يدخلنا مثلا عالما جديدا من المهنة. طيب. فهذا هي المرونة بتعمل عند الاستشاري خبرات
يعني بنسميها خبرات طبقية، طبقة تحت طبقة تحت طبقة تحت طبقة، ويجد المستشار نفسه في اللحظة الراهنة مليء بالخبرات. يعني أنا دائما ما أسأل نفسي من أين أتيت بهذا الكلام، من أين اندفع هذا الكلام على لساني، فأقف لأتساءل وأقول هذا العقل الباطن الذي يخزن التجارب الكثيرة يأتي في اللحظة الراهنة ويدلنا على، لأنه كثير من الأشياء في عالم الاستشارات أيضا هي بالتجربة والخطأ. سنتحدث أكثر عن ربما تقارير وإحصاءات لكن بعد فاصل قصير. أوكي. من جديد أرحب بكم وبضيفة مساواة لهذه الحلقة الكاتبة الأردنية أستاذة ريم عبيدات. أستاذة ريم، يعني وفقا لتقرير المرأة العربية لعام 2009 الصادر عن مؤسسة دبي للمرأة، أن التحديات الثلاثة، يعني أكثر التحديات الثلاثة التي يعني وجد هذا التقرير أنها الأكثر أهمية في طريق المرأة للوصول إلى المناصب القيادية، كانت يعني انحصرت بين البيئة والأطر القانونية والعادات والتقاليد، والنسب جدا جدا متقاربة. يعني ما أكثر التحديات تأثيرا على وصول المرأة للمناصب القيادية في رأيك؟ هو زي ما تفضلتي، هو الأطر القانونية والأطر المؤسسية أو الأطر الاجتماعية، هدول تحديات رئيسة طبعا في وصول المرأة عموما إلى صناعة القرار. وبالمناسبة هذه مسألة ليست في العالم العربي فقط، هي تتضخم في العالم العربي وفي العالم النامي، لكنها قضية عالمية. يعني وصول النساء إلى صناعة القرار في العالم كله هو تحدي، لكن في العالم العربي هو تحدي واحد من أخطر ثلاثة تحديات يواجهها العالم العربي إزاء التنمية، وهي تقارير التنمية العربية الخمسة. ولكن هل الدول الغربية هذه التي يعني تواجه المشكلة ووصلت المرأة فيها إلى المناصب القيادية، هل حلت هناك لا المشاكل؟ لا طبعاً، لأنه برضه هناك إشكالات في تمكين النساء وفي التكافؤ بين الرجل والمرأة، في يعني في تاريخ طويل. يعني بنتذكر دائماً بأنه بين الرجل والمرأة عمر زمني في دخول كل منهما إلى سوق العمل أكثر من 500 إلى 600 عام، فهدول بيعملوا فرق كبير بالحياة. يعني كان عندما دخلت المرأة عموما إلى سوق العمل كان الرجل قد أنجز تجربته ووصل إلى كل المناصب قبل أن تباشر النساء بدايات التجربة المهنية. فإلى الأب يعني إلى مرحلة متطورة من العالم رح يضل هذا الفرق موجود، إضافة أنه في تحديات الأسرة، في تحديات الأمومة، في تحديات الزوجية التي أيضا تضاف إلى أعباء المرأة. هي طبعا من مزايا النساء، ولكنها إذا بدنا كمان يعني نفكر فيها بشكل موضوعي تضيف تحديات على واقع المرأة المهنية. في مسألة ثانية اللي هي الثقافة المؤسسية في مجتمعاتنا، في العالم أجمع، بس في مجتمعاتنا بشكل خاص، هي برضو مؤسساتنا هي بنت المجتمع، ورجالنا هم أبناء المجتمع، ونساءنا هم بنات المجتمع أولا وأخيرا. فالثقافة المؤسسية السائدة هي مرآة لشيء من ما يرشح من عقل المجتمع وثقافة المجتمع. فلا تزال الثقافة المؤسسية ثقافة مش رفيقة كثير بالنساء. هلا قد تقولي لي أنه وصلت نساء إلى مناصب قيادية ووزيرات وبرلمانيات، نعم وهذا تطور مهم، لكن الآن إحنا يعني في عالم عربي فيه كثير أزمات بنيوية حقيقية على صعيد تمكين النساء. يعني إحنا كمان أرقام البطالة، بالذات البطالة الأنثى، أرقام مذهلة. نعم. أرقام سنتطلب أكثر لهذه، يعني حتى هناك إحصائيات. بس لكن عفواً خلينا نحكي شوي في موضوع صنع القرار باختصار. موضوع صنع القرار موضوع ليست سهلة. يعني هو أنت بحاجة إلى تأهيل مؤسسي وتأهيل مجتمع لكي يقبل العدالة الاجتماعية بين أفراده. هاي مسألة ليست وليدة لحظة، مسألة حياتية وتنموية وثقافية ومعرفية طويلة المدى. هذا واحد. اثنين، القبول، يعني قبول الأطراف المختلفين بتكافؤ عناصر هذا المجتمع كمان مسألة مش سهلة، مع أيضا احتمال المجتمع
للأدوار الاجتماعية المختلفة وتقبل كل واحد لحصته في المسؤولية مسألة مش سهلة. يعني إحنا ما فينا نقول وصول النساء إلى عالم صنع القرار وهم لا يزالوا هم المديرات وهم المدبرات للمنازل وحدهن. أنا لا أقول يعني موضوع ربوبية المنازل هذا موضوع مقدس وموضوع يعني رائع وموضوع جميل جدا، يعني الأمومة والزوجية، لكن أنا بقصد أنه ترك البيوت كمسؤولية كاملة للنساء مؤكد بده يعرقل وصول النساء إلى صنع القرار، لأنه في حصة كبيرة من الوقت والجهد والطاقة بدها تذهب بهذا الاتجاه لما الطرف الآخر غير مشارك. إحنا نحتاجين إلى إصلاح منظومة طويلة تبدأ بالأسرة وتقبل الرجل والمرأة لأدواره الأسرية حتى نطلع بأسرة عادلة ومتوازنة. هذه الأسرة بتشكل لبنة الأساسية في المجتمع، ونفس هؤلاء الأفراد المتوازنين بروحوا وبينتجوا الثقافة المؤسسية. فلما الناس بتتحمل مسؤولياتها رجالا كانوا أم نساء، إحنا منبلش نشهد التغيير الحقيقي المتكافئ العادل والمتوازن. نعم، لنفس التقرير الصدر في عام 2009 يعني اتضح أن العوامل الثلاثة الأكبر أهمية في تمكين المرأة للوصول إلى المناصب القيادية في العالم العربي هي البيئة الاقتصادية والوعي العام بالقيادة النسائية والتعليم. طبعا ما هي هذه هي هذه الفرشة الأساسية الجذر المركزي. مثلا يعني دعنا نتحدث أكثر عن التعليم، ما مشكلة التعليم؟ الجميع يتعلم النساء والرجال. لا يا لكن نساء. لكن نعم أنا أفهم أنها الدولة وفرت رؤية. التعليم نعم، وقوانين التعليم الإلزامي في العالم العربي قوانين جيدة، ولم يعني ما فيش مواطن عربي محروم من التعليم بالقانون. لكن نوعية التعليم، لا في نوعية التعليم وكم التعليم كمان، لكن المجتمع في شكل من أشكاله حرم النساء من التعليم. يعني في قصص بالعالم العربي يعني مثيرة، يعني لفتيات صغيرات يحرمن من العمل من التعليم الابتدائي من أجل قوت اليوم. يعني مسائل، في مسائل متناقضة في المشهد الاجتماعي العربي. طيب ما دور المرأة في تمكين ذاتها؟ هلا في دور كبير، بس ما هو كمان احنا ما في يعني المرأة في العالم العربي ليست واحدة. كمان هاي من المقولات اللي تحتاج الى نفض غبار وتحتاج الى تنقية حتى نعرف نتعامل معها. النساء في اي مجتمع ليسوا واحدا، هم شرائح وفئات وطبقات وامكانيات. يعني انا ما في اعامل امرأة العاصمة الجامعية واللي معها ماسترز أو دكتوراه ومن أسرة متعلمة نفسها بنفس الطريقة اللي أعامل فيها نساء يحرمنا من التعليم في مناطق نائية، أو نساء يحرمنا من حقهن في العمل في مناطق أخرى. أن المرأة العربية ليست واحدة، الطيف كبير في تجلياته في حالة المرأة العربية. لذلك في خطورة لما بنطرح مواضيع المرأة العربية بدنا نكون شوي دقيقين. بس المؤشرات بتقول بأنه في حالة مرتفعة من الأمية في العالم العربي بين الجنسين تغلب عليها الأمية الأنثى. في بعض يعني أكثر من نصف سكان العالم العربي أميين، أكثر بكثير من نصف هؤلاء نساء. في بعض الدول العربية تصل أمية النساء إلى 70%، في بعضها إلى 85%. إذن هاي مؤشرات خطيرة. كيف أتكلم عن مساواة وعن عدالة اجتماعية ومعظم المجتمع المنتج؟ يعني المرأة خطورة كمان للمرأة إنها كائن منتج، بتنتج أسرة، بتنتج نظم اجتماعية، بتنتج معرفة، بتنتج أفراد، بتنتج تربية، بتنتج كثير. المرأة هاي خطورة بقائها في الدارك شيد زي ما بيقولوا، في الظلمة، يعني حقيقة في الجانب المظلم. يعني تأثيرها على المجتمع أخطر بكثير من تأثير الرجال. نعم. هاي مسألة سنتحدث أكثر عن التأهيل والتدريب لكن بعد فاصل قصير. أوكي. أهلا بكم من جديد. أستاذ ريم، نقص التعليم والتدريب يعني يؤدي إلى
عدم وجود المهارات المطلوبة خصوصا في صف طبعا النساء. ألا ينقص المرأة هذا التدريب ربما قبل الحديث عن تمكينها؟ طبعا أخت ميساء، يعني إحنا الآن في عالم الاستشارات طبعا في كمان تفاصيل كثيرة. إحنا ندخل إلى المؤسسات من أبوابها العريضة، وندخل إلى عالم القوى العاملة التي تعمل في هذه المؤسسة وتشكلها. وعادة يعني موضوعة التدريب موضوعة إشكالية في العالم العربي، موضوع إدارة وتنمية الموارد البشرية بصورة عامة من التحديات الحقيقية إزاء تطور المؤسسة في العالم العربي. فهي ليست يعني مسألة ضد النساء فقط، لا تزال خطط إدارة وتطوير القوى العاملة في المؤسسات تحدي كبير. هي ليست ضد النساء، لكن نتحدث عن يعني كيف تطالب المرأة بالتمكين إذا كانت هي لم يعني تتأهل وتتدرب بشكل كافي. طبيعي طبيعي، بس ما هو نقصد إنه يعني في أساسيات المسائل. يعني المؤسسة العربية لا تزال مرتبكة في شكلها وفي استراتيجياتها وفي خططها. موضوعة التخطيط الاستراتيجي موضوعة مش متمكنة كثيرا في المؤسسة. موضوع تأسيس دوائر القوى العاملة موضوع فيه كتير إشكالات. موضوع دوائر التدريب، خطط التطوير والتدريب كمان موضوع مش كتير راسخ. يعني الثقافة المؤسسية نفسها مرتبكة، فما بالك عندما يأتي الأمر إلى النساء. هناك يعني تحديين، تحدي ثقافة مؤسسية لا تزال يعني تخطو خطواتها الأولى وفيها كثير في إلها كثير إشكالات، وثقافة مجتمعية بتضيف عبء على المخطط وعلى صانع القرار المؤسسي حيال النساء. وإذا بده يعطى الأولوية للتدريب والتطوير، في بالذهنية شيء يقول له بأنه النساء هؤلاء يغادرن المؤسسات مبكراً، أو الاستثمار الأجدى أن نستثمر في الرجال لأنهم بيطولوا في سوق العمل أطول. طبعاً لأنه القوانين بالعالم كله تقريباً بتمنح الرجال 5 سنوات من عمر العمل أكثر من النساء. أوكي، هذه واحدة. اثنين، في الكثير من الـ يعني هناك تمييز، نعم هناك تمييز في التدريب والتطوير ضد النساء طبيعي، لكن هذا ليس فقط نتيجة ذهنية اجتماعية، ذهنية اجتماعية من ناحية وذهنية مؤسسية مرتبكة من ناحية أخرى. يعني نحن نطالب دائما بالاهتمام بموضوعة القوى العاملة المشكلة للمؤسسات. من نحن نطالب؟ نحن كمجتمع عربي، كمواطنين عرب، إحنا بحاجة إلى الوقوف إلى جانب تشكل المؤسسة العربية الحقيقية التي تعتمد التخطيط الاستراتيجي، التي تعتمد تفكير طويل المدى في نفسها وفي أهدافها وفي ما تنتجه للمجتمع وفي التعامل مع مواردها البشرية. إحنا هاي الخطط الجزافية الارتجالية يعني خربت المؤسسة، خربت التفكير المؤسسي، خربت الأداء المؤسسي. كذلك طريقة التعامل مع فكرة القيادة، القيادة بالعالم العربي كمان فكرة مش ناجزة. في فرق بين الإدارة وبين القيادة، يعني ما رح نوصل إلى عدالة مؤسسية وإدارية حيال الجنسين ما لم تضبط الثقافة المؤسسية نفسها، وفيها الكثير من زي ما قلت لك من الشروخات من اليمين ومن اليسار. إحنا بندخل على موضوع الموارد البشرية فيها 100 خلل، لا في خطط طويلة المدى. حتى أقول أنا كمؤسسة بدي أخطط لـ30 عام، أحتاج إلى من هون لـ5 سنوات لنقول، أحتاج إلى 100 مهندس أريد أن أؤهلهم التأهيل التالي 1 2 3 4، بالتالي أقول نصف هؤلاء من النساء أو الرجال. أحتاج إلى فنيين تبريد وتكييف، أحتاج إلى إداريين، أحتاج إلى عمالة إدارية بسيطة حتى أقول أين النساء في المشهد التطويري كله. فالنساء يعني يقع على عاتقهن مشكلة ثقافية أخرى، وهي مشكلة التمييز اللي يعني عم نتجاوز جزئيات منها، ولكن لا تزال يعني تغيير الذهنية مش بالأمر السهل. ونفس المجتمع هذا الذي، ولكن تغيير الذهنية يعني ألم ينشأ من المرأة ذاتها التي يعني أنجبت أطفال ثم تكرر الوضع مع المجتمع ثم تكرر يعني على مدى أجيال؟ ما هو برضو يا ميساء لا تنسي أن المجتمع رجل وامرأة، بينهما قيم ولبنات ومفاهيم ومعارف اجتماعية ومعارف ثقافية تجمعهما. المجتمع أفراد
يربطهم ببعض القيم الاجتماعية. فمين وليد مين؟ هاي مسألة مثل مسألة البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة. لابد من أسرة معتدلة، أسرة متوازنة، يفخر الرجل فيها بدوره في إنتاجها، وتفخر المرأة فيها بدورها. أسرة وسط مجتمع كافية؟ الأسرة هي 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 اللبنة المركزية لبناء المجتمع. لكن أنت يعني إذا كونتي أسرة بالشكل الذي تتحدثين عنه وأصبحت وحيدة وسط هذه الأسر التي حولها، لا إحنا بنحكي على بناء تراكمي، إحنا بنحكي على بناء تراكمي طويل المدى، بنحكي على إعادة النظر في البنى الاجتماعية تبعتنا، بنحكي على منظومة تعليمية حقيقية، بنحكي على مشهد مدرسي صحيح. إحصاءات وزارة الاقتصاد في الإمارات عام 2010 أيضا يعني ألمحت إلى أن أو أوضحت أن نسبة ميدان العمل أو مشاركة المرأة الإماراتية في ميدان العمل بنسبة تقريبا 33.4%، يعني ثلث السكان تقريبا. كيف يمكن تعميم هذه التجربة على المنطقة وعلى يعني العالم العربي؟ الحقيقة أنه دولة الإمارات العربية المتحدة دولة فيها ريادة في المسألة، لأنه أليس فيها إقحام للمرأة؟ مش إقحام، هو تشجيع، هو القوانين داعمة، هو في انتباه لموضوع المرأة والقيادة. لا تنسي كمان أنه إحنا في دول الخليج علينا أن نشجع النساء للعمل، لأنه في منظومة من التحديات الخاصة في دول الخليج في موضوع التركيبة السكانية. فمثلا ما لم يتعاضد أبناء المجتمع كله للعمل في مجتمعهم، فهذه التركيبة ستظل يعني تتفاقم مشكلات. هذه واحدة من القضايا. اثنين، الحقيقة لا تنسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة شابة، واستوردت كثير من الأفكار والتجارب من دول المنطقة الرائدة ومن العالم، فهذا إضافة. كمان بدنا نتذكر بأنه دولة غنية، وهذا كمان ميزة للبنى المؤسسية، أنها بتقدر تستورد أحسن التجارب، بتقدر تثب على التجارب، بتقدر تأخذ أحسن التكنولوجيات، بتقدر تأهل الناس، بتقدر تبتعث الناس للتعليم، بتقدر تعمل تعليم من حيث المبدأ، توصل المدرسة إلى أبعد نقطة نائية، بتقدر كمان تستفيد من بنية القوانين المحيطة وتبتدع القوانين المتقدمة. فالدول الناشئة عندها فرصة لا شك يعني أكثر تقدما من غيرها، عندها فرصة أكبر من غيرها لكي يعني تستخلص تجارب وتعمل يعني مراجعات قياسية، ما نسميه البنش ماركينج لتجارب العالم. أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنسي كمان بأنه فيها عمالة نوعية، والنساء يشكلن جزء من هذه العمالة، والنساء اللواتي يعملن في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا من خارج صفوف الإماراتيات هي هم عمالة خاصة، عمالة مرتفعة. مدرسات وممرضات وطبيبات ومهندسات وأستاذات في مقال المرأة ويومها في صحيفة الخليج قلت شدة إغفال المنجز اليومي للمرأة في منطقتنا جعلها من أشد المتعاملين بسلبية مع نفسها ومع دورها، حولها إلى أداة عنف ذاتية. يعني هناك يعني بعض الكلمات التي استخدمتيها. كيف عمل المجتمع على ألا تساعد المرأة ربما ذاتها لتحقيق نفسها؟ يعني هو إذا في طرف، شو حقيقة أنا لا أنطلق هنا من سيكولوجية الضحية أبدا، أنا امرأة أخذت كل حقوقي بالحياة وما عنديش إشكالات بصفة شخصية، ضحية أو مؤامرة، ولكن هي مش ذهنية، ذهنية هذا ما حدث، هيك صحينا لقينا الدنيا ببساطة. في تقاليد جائرة، نعم، في فهم غير صحيح للدين، نعم، في تفسيرات مش صحيحة مش دقيقة لموروثنا الثقافي والاجتماعي والروحي، نعم، هذا عمل انعكاسات على نظرة المجتمع للمرأة. طيب لما في عضو بهذا المجتمع دائما يتم إشعاره بأنه أقل، أو يطلب منه أن يأخذ جانبا، أو أن يهمش إنتاجه، ما هو طبعا بده يصير ينظر إلى نفسه بأنه أقل. هذا أنا ما عانيته في مقالتي، بأنه في إغفال للمنجز اليومي، نعم، للمرأة. يعني هلأ الإعلام، وهي من خطايا الإعلام الكبيرة، الإعلام العربي حين بدأنا نطالب بالتركيز على منجزات المرأة
مين هم اللي بيتقدموا الصفوف للمقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية و و و ويضاءوا النساء الفاقعات. النساء الفاقعات هم ليسوا قاعدة، هم استثناءات شخصية أو استثناءات اجتماعية أو استثناءات سياسية، إما أنتجتهم تجارب استثنائية أو أنتجتهم إفرازات اجتماعية قريبة من القيادة أو أنتجتهم بنى سياسية وحزبية أو أنتجتهم حكومات. النساء في القاعدة، هذا هو أنا بقصد المنجز اليومي، أنه لعبة الحياة اليومية التي تعيشها النساء في إدارة المنزل، في تربية الأبناء، في التعايش مع ضغوطات الحياة. لا تنسي أيضا بأننا في منطقة بؤر توتر في العالم العربي، نحن الاستوديو وأنا وأنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بس إحنا بنحكي عن المنطقة. إحنا بنات أكثر منطقة في العالم فيها بؤر توتر، يعني النساء هن في هذه المنطقة هن أكثر نساء يدرن الحياة بكفاءة، لأنهن يدرن الحياة في أكثر مناطق العالم اشتعالا. المرأة في فلسطين، المرأة في العراق، المرأة في أفغانستان، المرأة في لبنان، المرأة الآن في اليمن، في ليبيا، في سوريا، يعني المرأة في مصر. إحنا بنحكي على منظومة مش سهلة، منظومة شائكة للحياة الاجتماعية. فاللي مخلي عصب الحياة شغال هم النساء، خصوصا في بؤر التوتر حيث ينشغل الرجال بالعمل العسكري والحزبي والسياسي. إذا من كيف تمشي الحياة؟ تمشي الحياة بفعل النساء. هذا جانب في إغفال فظيع من الإعلام ودور النساء في إدامة الحياة أكبر من كل ما فيها. الحياة هي السحر الحقيقي لذاتها، هي أهم من منصب قيادي، هي أهم من شيء عليه إضاءة، هي أهم. إحنا تنتين جايين أنا وياك من عالم الإعلام، ومذيع أنا مذيعة سابقة وحضرتك مذيعة، يعني عالم على كتير جاذبية وبريق. إحنا ما تعبنا في ترويج أنفسنا كما تتعب امرأة تنتج 7 أولاد في حقل وتذهبهم إلى المدرسة كل يوم بأبسط الشروط الحياتية. هذا ما عانيته إغفال المنجز اليومي للمرأة. أضيف إلى ذلك أن النساء العاملات في العالم العربي بالذات هن معظمهن من المعيلات، معيلات الأسر طبعاً. يعني طبعاً. بمعنى وعندك عن التنمية والمجتمع المدني، نعم، لكن بس سامحيني عفوا ميسا، أنا عارفة أنه وقت قصير، بس فكرة معيلة في الاقتصاد هي امرأة. سنتحدث أكثر عن المعيلات. إذن فاصل قصير ونعود لمساواة مع الكاتبة الأردنية ريم عبيدات. أهلا بكم من جديد. أستاذ ريم، قبل الفاصل كنت تتحدثين عن النساء المعيلات لأسرهن، ما السبب في رأيك؟ لماذا يعلن أسرهن؟ يعني في أسباب كثيرة للإعالة. أولا هناك مساهمة في دخل الأسرة، هذا أصبح متطلب حياتي، يعني حتى للمرأة التي تعيش شروط عادية، يعني تتزوج وتتوفق في زواجها أو لديها أسرة ترعاها، حتى في الظروف الطبيعية هناك حاجة الآن لعمل المرأة لأكثر من يعني اجتماعيا واقتصاديا، أوكي. لكن أيضا هناك حاجة ملحة في الكثير من الحالات، يعني ما يقال عن عمل المرأة بأنه رفاهي وكمال، يعني كلام بصراحة جاهل كثير في العالم العربي وظالم أيضا، لأن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح على الإطلاق، وخصوصا في ظل القوانين التي لا ترعى خصوصية النساء في العالم العربي، وهذا بنرجع لها. لكن موضوع أن المرأة تعيل نفسها وبيتها، وقد يصل عدد الذين تعيلهم إلى 30 شخص في بعض الدول النامية، لكن مسألة مش خيار، يعني إما وفاة، سامحيني، إما وفاة أفراد رجال الأسرة في الحروب والويلات والكذا، إما انتفاء فرص العمل، إما أن تكون هي المؤهلة والأكثر تأهيلا فيهم أو الأكثر صبرا فيهم، أو بالمصادفة هي يعني اضطرت أن تعيل أطفال لأسباب اجتماعية كثيرة. يعني طيب التي لا تعيل لا تعمل؟ لا طبعا، العمل حق، حق من حقوق الإنسان، شرعت حقوق الإنسان، هذا مسألة يعني ما فيها مناقشة،
للرجل وللمرأة إنسان. لكن الحق هذا يعني في العالم المتطور في يعني خيارات لكيفية استخدام هذا الحق. إحنا في العالم العربي وهي كمان جزء من إشكالية المرأة المهنية بأنه إحنا مضطرين أن نعمل لساعات طويلة، هذا يتزاحم مع الأمومة، والأمومة هي بصراحة هي تاج مهن المرأة وإدارة المنزل والرعاية الأسرة، هذا تاج وليس انتقاص. كيف يحق للمرأة أن تطلب أو تطالب بالمساواة والعدالة وهي يعني تطالب أيضا بنقص عدد ساعات العمل؟ لا سامحيني، المجتمع لما بيكون منظومة متماسكة عليها أن يرعى أفراده. يعني إحنا ما فينا نتعامل مع المرأة الحامل التي تعيل أو التي تحمل في أحشائها طفلا لهذا المجتمع وأن نطالبها أن تعمل عدد طويل جدا من الساعات. على المجتمع أن يرعى أفراده في الظروف المختلفة. طبعا على المجتمع أن بعض المعترضين على كلمة مساواة وعدالة هو تكافؤ. لا هو حتى أنا من ضمن الذين أرى بأنه كلمة تكافؤ هي الكلمة، وهناك من يرى عدالة وليس مساواة، أو عدالة. نعم مساواة نعم عدالة. هو التكافؤ في يحمل في ثناياه العدالة، بينما المساواة هي شيء رقمي يعني ماتيرياليستيك مادي وليس بتروح منه القيم الروحية والعقلية. طيب ما إيجابيات استقلالية المرأة خصوصا اقتصاديا؟ طبعا في إيجابيات كثيرة، طبيعي في إيجابيات كثيرة. أولا حالة المجتمع نفسها بتتحسن، أنت كلما أهلت أفراد كلما ساهمت في استقلال الأفراد في مجتمعك كلما المجتمع نفسه بيرتقي. اثنين الاستقلال الاقتصادي المفروض بأنه بيعطينا أفراد من سوية مختلفة، يعني الكائن المستقل غير الكائن المستعبد لأي قضية كانت، لرزقه لقوته لمديره لمجتمعه. إحنا بدنا ناس أكفاء، ناس يقفوا على قدمين راسختين وينظروا إلى السماء، ما في شيء بيحدهم إلا يعني خشية الله ووعيها والقيم والثقافة الإنسانية المحترمة. إحنا بدنا إنسان هيك متوازن يقف على قدميه ورأسه في السماء بدون مخاوف بدون أوهام بدون مشاكل واضطرابات ذاتية ومجتمعية. هذا حلم طبعا ومش سهل. الكائن المستقل كائن يساهم في المجتمع بإيجابية، الكائن المستقل بيعمل مؤسسات أفضل، الكائن المستقل بيفكر سياسيا أحسن، بيفكر ثقافيا أحسن، بينتج معرفة. أما الكائن المستضعف المهزوم المستعبد لأي مسألة كانت ماذا سينتج؟ تتساءلين في مقال مساواة غير متساوية في صحيفة الخليج أيضا عما إذا كانت أو كنا بحاجة لنسف القوانين المتعلقة بواقع مشاركة المرأة أم لمطالبة الحكومات بالمزيد من المحاصصة في العمل والبرلمان والعمل الوزاري وغيره ليتسنى للنساء المشاركة بقوة القانون. ما الذي اختلف يعني بعد عامين من المقال؟ ما الذي اختلف في رأيك اليوم؟ هو يعني الأشياء لا تحدث يعني يا ريت إنه الكتابة غيرت التاريخ طبعاً. والكتابة من الأفعال المقدسة التي عملها الإنسان، وفي الأصل كانت الكلمة، لكن الكتابة هي بنت الثقافة بنت الوعي بنت المجتمع. يعني في منظومة معرفية بأكملها بدها تتطور كثيراً لتنتج أفراد متطورين. ما الذي تغير؟ لا تتغير الأشياء بهذه السهولة. يا ريت يا أستاذ ميساء إنه نكبس زر بثقافي ولا برنامج ولا ولا ولا، ولكن هي مثل نقاط المطر. وصينيين عندهم مثل بأنه النقاط التي تتجمع تحدث سيلا، أما الأنهار المتفرقة لا تحدث شيئا إلا الخراب. طيب الكتابة تؤثر، هل الإعلام أيضا يؤثر؟ طبعا إلى أي مدى؟ الإعلام واحد من أخطر أدوات إنتاج المعرفة. طب هل نحن كعرب مقصرون من اتجاه المرأة طبعاً إعلامية؟ طبعا لأن منظومة المرأة يا ميساء منظومة صعبة مركبة. يعني الحديث في قضايا المرأة يحتاج إلى فهم بعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والحضارة، وقلة يعني مع التواضع والاحترام لزملائنا في معناش هذا العدد من المؤهلين بما نسميه قضايا النوع الاجتماعي التي تحتاج إلى دراسة كثير. إضافة بأنه كمان إحنا ما إحنا أولاد مجتمع مش كثير عادل يعني تجاه النساء، مش في بعدين في تناقض في الثقافة. يعني حتى نصبح متوازنين بدنا نعرف ننبش في موروثنا.
يعني احنا بنقرا القران الكريم، نقرا سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فنجد منها العبر الرائعه والايجابيات الرائعه حول النساء، ثم نذهب الى المنظومه المجتمعيه الشفهيه، الامثال الشعبيه الموروث، فنجد فيها الغث والسليم. احنا بدنا الكائن ذو العين اللي عنده عين يعني لاقطه، عنده عين فيها بصيره عاليه، الذي يستطيع ان يلتقط من موروثه ومن ثقافته المكتوبه وثقافته الروحيه أجمل ما فيها. باختصار، هل مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في تمكين المرأة، في قضايا المرأة، في تطوير يعني وضعها؟ لا شك، لا شك طبعا. هو يعني إحنا يعني لا نريد أن نقمط الناس أشياءهم، بس بدنا نتذكر أيضا أنه المجتمع المدني برضه في العالم العربي حديث العهد. يعني إذا الحكومات العربية يعني قصيرة العمر، ما بالك بالمجتمع المدني الذي يلحق عادة. طيب باختصار أيضا، ما أهم العوامل التي قد تساعد المرأة في عملية التنمية الشاملة بشكل عام؟ الآن إحنا بحاجة إلى إعادة منظومة الـ يعني البناء الاجتماعي نفسه بده شغل كتير. بدنا نعيد الاعتبار للأدوار الاجتماعية، بدنا نعيد الاعتبار لدور الأمومة، لدور رعاية الأسرة، لدور الأبوة كمان الذي ينسحب منه الرجال وكأنه هاي شطارة أو فهلة، وهذا واحدة من أخطر المشاكل الاجتماعية. نحن نريد أن نعيد يعني نعيد إنتاج التعليم العربي لينتج أفراد مكافئين للكفاءات بالعالم، حتى نستقل معرفيا وثقافيا وعقليا. إحنا بحاجة إلى النظر، إعادة النظر بالمؤسسة العربية التي تنتج بناء مؤسسي مش كثير راضين عنه. نحتاج إلى مؤسسة الآن حقيقية وفيها تفكير مؤسسي شامل، بينطلق من عدالة، بينطلق من مبدأ تكافؤ الفرص، بينطلق من مبدأ البقاء للأصلح، من إعطاء الفرصة للأكفأ كائنا من كان، رجلا أو امرأة، وإعطاء الأفراد المختلفين الفرصة لكي يرفعوا من كفاءتهم، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن عمرهم، بغض النظر عن ديانتهم، بغض النظر عن كل تفاصيلهم. احنا بحاجه الى، بصراحه احنا بحاجه الى اعاده انتاج ثقافتنا من جديد، وثقافتنا فيها الكثير من الروعه اذا قدرنا نشتغل بعين الباحث المتفحص ونفتخر بهذه الثقافه التي انتجت حضاره رهيبه للكون. لكن اين هو هذا الفرد الذي يقف على قدمين مستقلتين وهو مشدود بالبناء المادي المختل ساعه، وبالقوانين الجائره ساعه، وبالمجتمع؟ يعني احنا كيف نطلع من هالخربطه دوامة الحقيقة. مسألة يعني نسأل الله تعالى بأنه يعني الأمل معقود بنواصل الأيام، والإنسان يكون عندنا أمل. يعني إحنا كمستشارين بندخل للمؤسسات وبنشوف فيها أشياء كثير مزعجة، بس كمان بنشوف في خير بالناس، وبنشوف إنه الناس تقبل التطور، وبنشوف في الغرف الصفية أشياء بتسعدنا. أحيانا بنتألم إنه الفرد العربي أكسل، ما بيقبلش التغيير بسهولة، ما بدوش يشتغل، مش جدي كثير، ولكن أيضا لو كان بكل مجموعة في واحد فهناك أمل. طيب في كلمة أو اثنين، ما الذي تحتاجه المرأة في أي مهنة كي ربما تبرز أو تبرز قدراتها بالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة؟ بدها ثقة كبيرة بالنفس، بدها بناء جاد لمهاراتها وثقافتها، بدها ثقافة نوعية، بدها بناء مؤسسي ذاتي طويل المدى، وتفكير استراتيجي فيما تريد بها الحياة، وإلى أين تذهب، ومنظومة من الأهداف الحقيقية التي تحولها إلى أنشطة في حياتها وتشتغل فيها على خطط طويلة المدى لحياتها ومستقبلها، وأن تنظر إلى نفسها باحترام وتقدير لأنها كائن جميل رائع ذكي موصوف، وكائن أعطي من الميزات الكثير جدا لكي يتحقق ويصنع حضارات ويصنع مجتمعات ويصنع حضارة بلا حدود. نعم. الأستاذة الكاتبة ريم عبيدات، شكرا جزيلا لك، رغم أنك بدأت بتفاؤل كبير إلا أننا انتهينا إلى تفاؤل كبير أيضا. تفاؤل كبير تخله بعض أتشام. لا، هو توصيف للواقع يا أستاذ ميساء. شكرا ولا بد أن نفهم الواقع لكي نستطيع أن نطوره. شكرا جزيلا لك أستاذ ريم. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.